الترمذي هو محمد بن عيسى بن سوره بن موسى ابو عيسى الترمذي الامام الحافظ المحدث الفقيه صاحب السنن نقل عنه قوله صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخرسان فرضوا به ومن كان هذا الكتاب في بيته فكانما في بيته نبي يتكلم ومن مصنفاته أيضا العلل والشمائل المحمدية توفي رحمه الله سنة تسع وسبعين ومئتين من الهجرة